اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجكم الشهير اكله امي، اكله فسفوريه الطعم فسفوري. الحلقه بنعتها يوم الجمعه من كل اسبوع ان شاء الله بعد الصلاه. النهارده مع بعض حلقه السمك. اذا بنشتري بربوني او بنشتري شعور او كنعد او دراك، احنا ما عندناش مشكله مع نوع السمك، المشكله عندنا في تسويته. سمك الشعور دايما سمك قاسي شويه وبياخد وقت كبير في السوى، والسمكه دي لما بنقليها او بنسويها بتبقى ناشفه شويه. انا هعمله النهارده صينيه بالبطاطس، وايه التركايه اللي تخلي سمك الشعور يبقى طري ولطيف وحلو، عامل زي الملبن في قلب الصينيه مع البطاطس بالكريمه، حاجه لطيفه وجميله، هياخد الطعم طبعا كرفس بلدي تبقى لطيفه. هنعمل السمك البربوني كمان مقلي النهارده، ونعمله بالطشه البربوني اللي هو السلطان ابراهيم معروف في الخليج، ازاي نقليه النهارده وياخد الطعم الطشه الجميله اللي هي بالخل والثوم بعد ما يطلع من الزيت مباشره. معانا السول فيش اللي هي سمكه البوسه، السمكه دي لطيفه جدا وحنينه، والميزه فيها ان هي ما فيهاش شوك، سمك موسم بطرخ النهارده وده الموسم بتاعه. خلينا نعمله النهارده مع بعض بالزبده والليمون، هيعجبكم ان شاء الله، والطعم والفليفر بتكون اكيد الخردل اللي هي المستر اللي هي مفيده جدا للجسم، وخاصه بتنشط الدوره الدمويه في الاجزاء الدقيقه للجسم. حلقه النهارده طبعا نتوجها وعدله اكله السمك، طبق رز لطيف واخد الطعم المكسيكي ولكن بخف الدم مصريه، مش رز صياديه ولا الرز بالجمبري، هيبقى الرز بالفلفل الالوان ولكن هياخد الطعم المصري اللطيف الحلو. عدل اكله سمك فسفوريه. انا مش عايز اطول حضراتكم لان حلقتي فيها شغل كتير مقلي وتتبيله واسرار لعمليه القلي. خلينا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، محلك سرك يا ابو الشيف. حلقه السمك النهارده اشترينا سمك الشعور تقريبا يعمل كيلو الوزن، معانا سمك الموسى تقريبا يعمل برضو كيلو، ست حبات في الكيلو يعني حجم متوسط، البربوني برضو بيعمل تقريبا كيلو وربع. انا هبدا طبعا الحلقه بتاعتي خط السير مع الاكله او الطبق اللي بياخد وقت كبير زي سمك الشعور بصينيه بالبطاطس، هشوف نعمله ازاي بالكريمه وياخد كرفس بلدي لطيف وجميل. المقادير على الشاشه، كيلو من البطاطس هنقطعه شرايح، معانا سمك شعور تقريبا كيلو متقطع جزل، التتبيله بتاعتنا عباره عن ثوم، كرفس، شويه شمر، ملح وفلفل وكمون وكزبره، هي دي المقادير البسيطه السهله. هنستخدم زيت وزبده في المقادير، الماده الدهنيه زيت وزبده، دايما الاسماك بتحب الزيت والزبده، الاسماك بريئه من السمنه عشان نبقى عارفين الدنيا ماشيه ازاي. اول حاجه هعملها دلوقتي تتبيله السمك الشعور اللي انا هعمله صينيه بالبطاطس. تتبيله معانا بشويه ثوم فريش كده زي الفل، معلقه مستارده، انا دايما في الاسماك بحب المستارده اللي هو الخردل، كلنا عارفين المستارده بعد ما بينطحن الخردل تبقى مستارده، قبل الطحن او قبل ما نفرمها او ناخد الماده الكريميه اللي موجوده فيها بتبقى حبوب الخردل. حلو، انا حطيت كده ثوم وحطيت كرفس وشويه شبت، البهارات بتاعتي يا عم الشيف ملح وفلفل وبابريكا وشويه زعتر، ملح وفلفل وبابريكا وشويه زعتر، ادي الفلفله الحلوه اللي انا بحبها دايما في السي فود، شويه زعتر محترمين عشان في بطاطس في الاكله دي، ومعانا فلفل اسود يا عم الشيف وملح. تعالوا نقلب الخلطه دي يا عم الشيف ونتبل السمك بتاعنا ونشوف ايه الصدمه الناريه للسمك ده علشان يبقى طري في حاله لما احطه صينيه بالبطاطس، دي مهمة جدا على فكرة. بتعمل ايه يا عم الشيف؟ أنا حطيت مع الخلطة دي معلقتين دي، شايفين ازاي الجو ده؟ هو ده. ايه تاني يا شيف؟ حطيت معلقتين من الدقيق مع الكرفس، مع معلقة شبت صغيرة، مع توم، مع ملح وفلفل، البهارات بتاعتنا بابريكا أو فلفلة حلوة، كزبرة ناشفة، وشوية زعتر زي الفل، والملح بتاعنا ونظبط النسبة بتاعتنا. بناخد السمك اللي هو الشعور ينزل في الخلطه دي يا عم الشيف، عندنا درجه حراره الزيت عاليه جدا، شايفين الجو ده كده اهو، وخلي بالك الخلطه دي هستفيد بيها مع البطاطس برضو، فعشان كده بعد ما اتبل السمك بحتفظ بيها. الزيت اخباره ايه؟ درجه حرارته عاليه. ميزه الخلطه دي يا عم الشيف ده كفر لسمكه الشعور، بتتحمر جواها
وبعد كده بنكون مجهزين البطاطس مقطعينها شرايح وعاملين لها خلطه لطيفه كده، وكل ده مع بعضه مع الكريمه اللباني بيخش الفرن. ناخد السمك ده كده في قلب الزيت، اللهم صل على النبي. تليفوناتنا على الشاشه للتواصل، واللي عايز يسال سؤال احط ايدي على السؤال اجاوب على طول. اه ادي السمك بنفس الخلطه اهي، على فين يا عم الشيف؟ على الزيت، اللهم صل على النبي. يعيش مع نفسه كده. نكون خدنا البطاطس دي قطعناها، موضوع لطيف وجميل. هنا السمك بيستوي تقريبا ثلاث ارباع سوى. سمكه الشعور غير اي انواع الاسماك اللي احنا عارفينها، بتاخد وقت سوى شويه وبتبقى سمكه اسيا شويه بعد السوى، فخلي بالك من الموضوع ده، مهم جدا تتعاملي معاها بحرص. هناخد البطاطس دي يا عم الشيف نقطعها شرايح، وعندنا صينيه زي دي كده، نوسع الدنيا دي شويه، نخلي ده هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، وناخد البطاطس دي نقطعها. وانت بتقطعي البطاطس دايما مع الاسماك ما تخليهاش سبيكه، الاسماك غير الفراخ، الفراخ ممكن تاخد وقت كبير في السوى، فالبطاطس لو سبيكه معانا وقت عكس السمك. اه بالشكل ده كده. اه انا بقى من الناس اللي بتحب البطاطس دايما لما تشارك سمك تشارك فراخ في الطواجن او في الصواني، البطاطس تتحط طريه زي ما هي، يعني ما تتحمرش. ليه يا عم الشيف؟ لان النشويات اللي بتبقى فيها والكربوهيدرات انا بستفيد بيها في الطعم ده، مهم جدا على فكره. ايه المعلومه؟ عايز استفيد بالنشويات بتاعه البطاطس في حاله لما استخدمها صينيه. هعمل كده اهو، ادي البطاطس بنحطها هنا كده بالشكل ده كده، واعمل دلوقتي خلطه. انا عامل هنا البصلايه بتاعت الصينيه، بقلبها كده، اللهم صل على النبي. البصله دايما في الصواري الشيف البغازي يحبها مستويه، ما يحبش البصله نيه، وخاصه مع السمك، لان احنا معانا مشكله بعد الصينيه ما بتستوي والصينيه دي عايزه اسخنها تاني يوم، بشم ريحه البصل في قلب الصينيه بتخليني اشيل من الصينيه. هو ده المطلوب. السمك عندنا جاهز اهو، ايه الجمال ده؟ اهو ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ اهو هنجيب الصينيه بالشكل ده كده، شايفين السمك اهو جاهز، ده هيتحط دلوقتي مع صينيه البطاطس بعد ما تشوف التتبيله اخبارها ايه. عندي شوربه بتغلى على النار. دايما لما تعملي الصواني بتاعه السمك اختار الطعم، شرقي ولا غربي؟ شرقي بتستخدمي التوابل بتاعتها المعتاده، كزبره، كمون، الله، الخلطه دي اللي هتغذي الصينيه. اه حلو قوي. اه تومه حمرتها في زيت زيتون مع بصلايه، ما حطيتش توابل خالص، ملاحظين حاجه؟ اه لسه ما خلصتش. اه بحط على الشوربه دي يا عم الشيف شويه قرفس، شفت الطعم جه منين؟ وباخد شويه خلطه من اللي ما تبلت بيها السمك. اه اه تركايه، اه اساس زيت المصورين حبايب. اه القوام هنا. اه 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 تاني شويه كمان من هنا. اه الله عليك وعلى والديك، شفت القوام جاء ده؟ هينزل على البطاطس دلوقتي والسمك. اه 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 الله، كفايه كده. اخد الكريمه اللباني شويه، يا ويلي، صينيه بطاطس بالسمك تقدري تعمليها شعور، تعمليها بولتي. اشيل دي من هنا عشان حضراتكم كده تبان الصوره. تقدري تعمليها كمان هامور، اي نوع سمك انت حباه، بس يا ريت يكون ما فيهوش شوك كتير، ما يكونش فيه شوك كتير. اه اخد الخلطه دي يا عم الشيف، اللهم صل على النبي، وانزل منها كده. اه ايه الجمال ده؟ نعم يا غالي، ما حطيتش ملح ليه؟ ما انا حاطط ملح في التتبيله. ما حطيتش توابل ليه؟ ما انا حاطط توابل في التتبيله. دي البطاطس اللي انا هرص السمك عليها. السمك ده ممكن يكون بولتي، ممكن يكون بوري، ممكن يكون شعور زي اللي انا مستخدمه النهارده، ممكن يكون هامور،
زي ما انت حابة، ممكن يكون تعابين الله عليك زي الفل. نكمل تقطيع بطاطس مع بعض إذا تتحط على الوش بالشكل ده كده. أنا عايزك النهاردة بعد الحلقة ما تخلص الساعة 2 بإذن الله تعملي صينية سمك لأولادك ولجوزك ولحبايبك وضيوفك. تقدر ما عندكيش شعور تعملها بالبلطي. تجيب البلطي الوزن الكبير اللي هو تقريبا وزن الحبة بيعمل 500 جرام يعني نص كيلو تقريبا، وبتعمليها بنفس الطريقة. بصلاية على النار تتحمر مع توم، نستنى عليها لما تاخد لون، ننزل عليها بالخلطة اللي أنا عملتها من البداية اللي هي عبارة عن توم، كرفس، شبت، بهارات، ملح وفلفل وكمون، بابريكا. حلو الكلام. ناخد السمك بتاعنا. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الزيت طبعا شغال بيحلم ان لسه في سمك جاي له. ناخد البطاطس يترص كده عليها على الوش. شايفين الجو ده كده؟ والله يا شيف بوغازي مش لاقي الشعور، الشعور ده معروف عنه، موجود في الخليج، موجود في السعوديه. تحيه كبيره لكل الدول العربيه. تقدري تستخدمي بداله البولتي. درجه حراره الفرن عندي 180، التكنيك العالي. قطعنا البطاطس، تبلناها وحطينا عليها الخلطه بعد ما شفناها على النار. السمك اتحمر، اتحط في النص، غطينا الطبق اللي فوق ببطاطس والخلطه، بندخلها الفرن تاخد من الوقت تقريبا 30 دقيقه بالشكل ده كده. صينيه بطاطس بالسمك الشعور. التركايه تحمير الشعور بالخلطه اللي انا عملت لحضراتكم قبل كده وحمرناها في الزيت قبل ما نضيفه على البطاطس. نطلع فاصل ولا نكمل يا رجاله؟ يلا خلونا نطلع فاصل صغير عشان اروق الدنيا واخش على سمكه انا شخصيا بحترمها، لان السمكه دي بيقولوا احنا مش مع السمك في البحر، بيتغذى على الجمبري اللي هو البربوري السلطان ابراهيم. يقول لك السمك ده عنده كده حاجه في راسه ومزاجه يتغذى على الجمبري الصغير. فخلونا نشوف سمك البربوري ازاي نقليه مع بعض النهارده بالطشه المصريه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ازاي نحمر السمك البربوني في قلب الزيت، والسمك ده بينافس دايما الجمبري في التحمير. ناكله كريسبي بقى ويطلع من الزيت كده كريسبي ولطيف، بيقرمش، ياخد طشه لطيفه عباره عن خل وتوم وشويه كزبره، ويتحمره في قلب الزيت، ياخد عصره ليمون بمجرد خروجه من الزيت. تعالوا نشوف تعملوا مع بعض ازاي. المقادير على الشاشه. بربوني حجم كبير حجم صغير، المهم تكون السمكه نظيفه بطنها زي الفل، ونشيل الصدفه اللي موجوده على الوش. السمك يميل للون الاحمرار يعني اللون الفسفوري قبل ما يتحمر. ومعانا كمان توم وعصره ليمون، التوابل بتاعتنا خردل اللي هو المستردة، وملح وفلفل، وما ننساش طبعا في التوابل بتاعتنا مهم جدا شويه الشمر الناعمين اللي بيحبهم السمك دايما في التتبيله. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي سريعا كده، علشان محتاجين نحط البربوني ده في قلب الدقيق لمده 15 دقيقه تقريبا علشان يشيل من التغليفه والخلطه. ولكن حذاري انك تحط زيت في تتبيله السمك ايا كان هو، بتقلي بربوني، بتقلي بولتي، بتقلي جمبري، بتقلي امور، اوعى تحط اي ماده دهنيه، لا زيت ولا زبده. شايفين انا عملت ايه دلوقتي؟ حطيت البهارات بتاعتنا، بهارات يابسه مطحونه تشتريها من عند العطار. ونصيحه مني ما تقولوش هات بهارات سمك. يعني انا ساعات اقف عند العطار واسمع مثلا اخواتنا وامهاتنا وربنا يديهم الصحه يا رب، طبعا بيسلموا عليا ازيك يا شيف وبتاع، فهي الست بتفرد بقى في المحل وتشتري، تقول له النبي اديني ربع كيلو بهارات سمك. باجي واقف جنبها كده اقول لها يا حاجه لما انت تاخد بهارات السمك دلوقتي، وام سعد وام محمود وام ابراهيم تاخد بهارات السمك، ما احنا كلنا هيبقى طعم واحد، يبقى انت فين طعمك هنا وفين التيست؟ ما تقولوا له اديني كزبره واديني كمون واديني شمر واديني بهارات، وتروحي على البيت تعملي تركيبه التوابل بتاعه السمك. ايه تركيبه التوابل السمك؟ انا عملت كده حته كريمه حلوه اهيت، مخرجنا الجميل فاروق، شفت الخلطه ديت؟ هي دي اهي. السر في دي بقى هو دي اهي معايا اهي، ابص عليها كده اهي، واخد من التتبيله دي يا عم الشيف، دايما اعمليها وخليها في الثلاجه عندك واملى ايه ظهر السمكيه كده وبطن السمكيه بالخلطه دي. الكلام ده مع البولتي مع البوري
دايما البربوني احنا عارفين السمكه دي، نفتح ظهرها كده وناخد من الخلطه دي يا عم الشيف ونحط هنا كده اهو، وعلى فين عدي تاني مع بعض اهو، بطن السمكيه عند الخياشيم نحط فيها الخلطه الفوسفوريه دي او الخلطه الذهبيه. ايه الخلطه الذهبيه دي يا عم الشيف؟ عباره عن توم، شمر ناعم، زعتر، بابريكا اللي هي الفلفله الحلوه، حلو الكلام، شويه كمون، شويه كزبره، شويه كركم، معلقه مستردة تبقى حلوه، وجع السمك كده بنفس الطريقه اللي انا شغال بيها. اه الكلام ده يمشي مع البربوني بس يا عم الشيف، يمشي مع البربوني، يمشي مع البلطي، يمشي مع اي نوع سمك انت عايزه تحمري بنفس الخلطه دي. طب انا كل ما اجي اعمل سمك يا شيف مغاز اعمل الخلطه دي؟ لا، هات برطمان حلو كده، كنت جايب عسل قبل كده او عندك صلصه طماطم، برطمانات في البيت كتيره اكيد يعني، وتغسليه كويس وتنشفيه وتيجي عامله الخلطه دي وحطها في التلاجه. بس حذاري وبحذرك انك ما تحطيش معاها اي ماده دهنيه، لا زبده ولا زيت. ليه يا مغازي؟ لانك لو حطيتي زبده وزيت الخلطه دي هتسم السمكيه وتجري في قلب الزيت، ويبقى شكلنا وحش في الزيت، طبعا لونه اتغير وكمان السمك سام من الخلطه بتاعتك. هي كده، واحطه في قلب الدقيق بالشكل ده كده اهو، واسيبه شويه يطلع من الدقيق. الشيف المغازي دايما يقول لك رش الميه ايه؟ بقلاوه، قرمشه، مش عداوه. واسيبه في قلب الدقيق كده يا عم الشيف شويه، حلو الكلام. نخش على اللي بعده. اللهم صل على النبي. لازم الزيت عندك يكون شديد. هنعمل شويه رز دلوقتي سريعا، رز بالفلفل من المطبخ المكسيكي، ولكن واخد الطعم المصري الاصيل وخفه الدم المصريه. مقاديره على الشاشه، عباره عن رز مصري، ده اساسي يفضل طبعا مع السمك رز مصري. معانا فلفله ملونه، معانا شويه بصل محترمين، معانا من الكزبره المفرومه تقريبا معلقتين، مكعبين من الزبده ومعلقتين زيت، ومعانا حله بتسخن على النار. حلو الكلام؟ تعالوا نعمل مع بعض كده سريعا. تعالوا نعمل مع بعض كده سريعا الاكله بتاعتنا اللي هو الطبق الرز اللطيف. هقول المقادير تاني اكتبها ورايا. عباره عن رز مصري، فلفله ملونه، بحمر البصلايه الناعمه مع فص ثوم حلو في قلب زيت الزيتون بالشكل ده كده، والرز يتفلفل معاها شويه رز حلوين. مش كل ما نعمل سمك ناكل رز صياديه. تحميره السمك البصله وتاخد لون معايا بتضيف طعم للرز، ده المؤكد طبعا، وخاصه مع السمك. بتجازك نضيف اول باول. اللهم صل على النبي. اه ايه الاخبار؟ بصلايه خدت لون، انزل عليها بالبهارات. اخواننا في المكسيك بيحبوا الكركم، بيحبوا الفلفله الملونه بالشكل ده كده اهو. اللهم صل على النبي. خدت البصله لون ازاي؟ مش كل بره رز صياديه. اه عندنا فلفل ملون، ينزل فلفل بالوانه الحلوه دي كده. اللهم صل على النبي. اه ايه الجمال ده؟ قولوا معايا الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها. كل ده مع بعضه على نار شديدة مع استمرار التقليب. الرز فلفل ألوان، اخواننا في المكسيك بيحبوا اللون ده، ولكن هنعمله بخفة دم مصرية. هننزل بالرز كده ونقلبه مع الفلفل الألوان بالشكل ده كده. قاعدة البغازي بتقول ايه؟ دايما معاك رز بتعمليه بالشعرية، بتعملي صياديه، بتعملي الرز بالفلفل الالوان، نصيحه مني دايما تحط عليه الشوربه او الميه مغليه، تكسبي وقت، ضمنت حبات الرز تبقى مفلفله. والمثل الشعبي يقول لك اتقل على الرز لما يستوي، يعني الرز غلي بنهدي عليه النار. هستاذن حضراتكم ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل نشوف معانا السولفيش بالزبده والليمون اللي هو سمكه الموسى، ازاي نعملها البطرخه الحلوه دي كده، نشوف ازاي نعملها بالزبده والليمون. معانا سمك شعور صينيه بالبطاطس في الفرن، معانا رز بالفلفل الالوان، معانا البربون اللي هو السلطان ابراهيم هنقليه دلوقتي كريسبي بالطشه المصريه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، الرز على النار بيستوي. الفلفل الطبيعي لما بتكون بتعمله رز بالجمبري او فلفل بالالوان او رز بالمشروم، رز بالخلطه، الطبيعي ان الخلطه بتظهر على وش الرز. شطارتك هنا بقى بتتابعي الموقف ده كده. اول ما بتلاقي الخلطه طلعت على وش الرز، ايه اللي بتعمل ايه؟ بتمسك المعلقه الخشبيه كده وتقلب الرز ده كده التقليبه دي كده، خلاص بياخد وضعه كده. اللي تحت بيجي فوق واللي فوق بيجي تحت. واغطيه بقى واسيبه شويه. خد التوابل بتاعته، البهارات بتاعته، 10 على 10. بس خلاص، ونسيبه بقى على النار. حاضر يا غالي، ربنا يكرمك، والله انت ابن حلال. مركز على الشعور، فين الشعور؟ شفت ازاي؟ ايه ده؟ المال الحلال ربنا بيبارك فيه. هناخد السمك بتاعنا ده نطلعه من الفرن، صينية لطيفة بتتكلم مصري. ناكل السمك، ناكل قصد البطاطس، ونسيب السمك للضيوف. ايه الحلاوة دي؟ نقفل الفرن، تعالوا نطلع البربوني بتاعنا اللي هنحمره دلوقتي سريعا عشان نحطه في قلب الزيت. ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ سمكة البربوني طالعة كده بيضة، الخلطة جوه، في النغاشيش بتاعتها في ظهرها. دايما السمك المقليات سواء بربوني سواء بلطي سواء جمبري، دايما رشة المية يا أم مالكة بتخلي السمك معاكي والخلطة تثبت كده. ربنا يثبت قولنا على الحق. اهو شايفين الجبال؟ هو ده على الزيت. درجة حرارة الزيت هنا 180. والطاسة بتاعتك تكون نازلة كده، بالشكل ده كده. عايز اقول حاجة للسادة المشاهدين اللي بيتصل بينا وبيوجه تهنئة كبيرة، دي حاجة لطيفة. تلفزيونه المصري من خلال شاشة القناة الأولى بيهنئ كل طبعا الناس اللي بتتصل بأعياد ميلادهم بالمناسبات الحلوة، ودي حاجة حلوة. والمكالمة بتاعتنا ما بتكلفش فلوس، فالتواصل حلو. نسأل طبعا بيتعمل ازاي البربوني علشان ما يسيبش الخلطة في قلب الزيت وما يفرطش منا، اعمل ايه؟ رش المية عداوة، الحاجات دي كلها لازم ايه نتعلمها واحنا شغالين مع بعض. انا دلوقتي هتبل سمكة البوسة اللطيفة الحلوة. مثل السمكة دي ما بتحبش الزحمة، بتحبها كده يعني، عندها دماغ في ان هي ما تحبش زحمة التوابل. توابلها شوية ملح، شوية فلفل، عصرة ليمون، زبدة. ونعمله مع بعض ازاي؟ سمك الموسى بالزبده والليمون، ومعانا عصير الليمون، ومعانا المستردة والكريمه اللباني. هي دي المقادير ببساطه جديده، كريمه لباني، مستردة، عصره ليمون، هنستخدمهم مع بعض دلوقتي. تعالوا نتبل سمكه الموسى فص توم محترم، ونحط على التوم ده يا عم الشيف شويه ملح وشويه فلفل. حلو الكلام؟ اللهم صل على النبي. ملح وفلفل، ممكن علشان الكريمه اللباني نحط شوية زعتر. أخبار البربوني إيه؟ البربوني بيتكلم مصري في قلب الزيت. إيه الحلاوة دي؟ صلي على الحبيب. حلو، تعالوا مع بعض نحط شوية زعتر، ونحط المستردة بتاعتنا، وناخد الخلطة دي يا عم الشيف، ونمسك سمكة الموسى بالشكل ده كده. ركزي معايا بقى. وفكرة عمل البيكاتا ان احنا بنمسك السمك ده كده يتعفر بالدقيق ويتحمر في الزبدة وشوية زيت. شايفين لون السمكة؟ هو ده. واخد السمك زي ما هو، زي ما هو كده. توابل كتير مش عايز. حلو الكلام؟ حلو الكلام. عندنا دي، وعندنا طاسة هنحط فيها زبدة وزيت السمك. شايفين؟ الزبدة والليمون. موسى يا ويلي، يلا توكلنا على الله. يا ويلي يا ويلي. شايفين الجو ده كده؟ واسيبها في النار تعيش بقى. نحط سلايز ليمون. خلينا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير ونرجع لأسرار أكلة سمك النهاردة. فوسفورية أو هتروحوا بعيد، تابعوني.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف في مقادير عايز حضراتكم تكتبوها ورايا سريعا عشان طبق الرز ده بيغنيكي وبديل للرز الصياديه مع اكله سمك متنوعه، اذا كانت صينيه سمك الشعور بالبطاطس او سمك البوسه بالزبده والليمون في طريق الوصول خلاص اهوت، ومعانا سمك البربوني في قلب الزيت اللهم صل على النبي خلاص زي الفل، اللون الفوسفوري وهو كده كده لونه فوسفوري. مقادير سمك سوري، ناخد مقادير الرز يا اساتذه. مقادير الرز على الشاشه عباره عن رز مصري، ينفع بسمتي؟ لا، رز مصري. معانا فلفله ملونه، معانا كزبره خضراء، معانا بصل ومعانا توم، البهارات بتاعتنا معلقه هريسه حمراء او بابريكا او فلفله حلوه مع شويه بهارات حلوين زي الكمون زي الكزبره. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ كل يوم رز صياديه، كل ما ناكل رز حاجه تعمل لنا رز صياديه. خليك زي الشيف البغازي كده، مره الرز الاخضر، مره شويه رز بالجمبري الكذاب. يعني ايه الجمبري الكذاب؟ والكمان الجمبري فيه جمبري كذاب، نعرف الحمام الكذاب اللي هي في وراك الفراخ بتتحشي فريك. اما ايه رز بالجمبري الكذاب؟ رز اتحط هنا، الله، لسه سمك البوسة. المقادير على الشاشه، موسى يعني تقريبا 6 حبات في الكيلو، ده الوسط والوسط والحاجه الحلوه المتوسطه. معانا زبده، معانا ليمون، معانا مستردة، ملح وفلفل، وسلايز من الليمون. شويه السمك دول، شويه الرز دول عاجبيني قوي زي الفل تمام اهو. الله، ايه الجمال ده يا شيف؟ ايه الحلاوه دي؟ الله، السمك الموسى جاهز. تعالوا نقلب السمك مع بعض كده ونشوف امتى ننزل بالكريمه اللبان والليمون على جنب معايا اهو. الله، سيبها كده لما تتحمص شويه تنزل الكريمه اللباني يا عم فاروق، تطر السمكه دي، طلع السلسله بتاعتها كده لطافه. ادي عصره الليمون، اوبا يا ويلي، وادي الكريمه اللباني. صلى على الحبيب قلبك يطيب. ونسيبه ياخد غلوه على النار. الف هنا وشيف، هتحط له حاجه تانية يا شيف؟ شوية بقدونس وهو طالع من قلب النار. عينيا يا فندم، هطلعه حالا دلوقتي. سمك البربوني بتاعنا اللطيف الحلو، تعالوا نطلعه من قلب الزيت، مهم جدا. وانا بطلع المقليات بالذات ما نغطيهاش، ممكن نحط تحتها بقدونس زي الحاتي، نحط جرجير مع سي فود لطيف وحلو تحت المقليات، نحط خس حسب الرغبة. حلو الكلام؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ سامعين الصوت بتاع القرمشه؟ سمكه البربوني طالعه من الزيت بتتكلم مصر، تتبيله جوه ما بين ظهر السمكه وما بين خياشيم السمكه. ولا كلمه للزيت. اللهم صل على النبي. على فين؟ على فين؟ هنا. الف هنا وشفا. معاك سلايز ليمون، ممكن تحط شويه طنشات ليمون او شرايح من الليمون مع السمك ده كده اهو. شايفين الزبده والليمون؟ القوام جه منين؟ ان انا سمكه الموسى عفرتها او غبرتها او رشيت عليها دقيق قبل ما احمرها في قلب الزبده. دي مهمه جدا الخطوه دي، خلي بالك. وتعالوا نغرف سمك الموسى. اللهم صل على النبي. مهم جدا لما تيجي تغرفي سمك فيه صلصات لازم تجيبي طبق عميق عشان الصوص بتاع السمك. ودايما لما تيجي تحمري في زيت السمك مره تانية، لا شفتوا سمكه الموسى طالعه من قلب الزبده والليمون؟ يعني عارفه بتتكلم مصر. الرصه دي مطلوبه. الله. اللهم صل على النبي. يعني بص، جت السمكه سايحه، زبده 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 في قلب ايدي زبده. ميزه السمكه دي يا عم الشيف ما فيهاش شوخ خالص، اللي هو الحسك يعني. الله عليك، الله، انت جبت من الاخر يا فاروق. ياكل الصوص ويسيب السمكه. هم ده، شفت شويه الصوص دول؟ نازلين فوق ايه؟ طعم الليمون، طعم الكريمه اللباني، المستردة عاشقه للاثنين. العب. العب يا سمك. خلاص كده الاكله بتاعتي، رشه بقدونس حلوه، اوعي تحط شبت.
تزعلنيش منك. زي الفل كده تمام. فين يا شيف ده مكانه؟ هنا. اللهم صل على النبي. ياخد القوام ده كده حلو. مهم جدا بقى، عايز اقول حاجه، لما تيجي تعملي اكله السمك تحط في الاعتبار دايما الطعم يكون مختلف بتتبيلتك انت، يعني ما تشتريش من عند العطار وتقولوا له توابل السمك زي ما قلت في بدايه الحلقه، تعملي خلطه توابل السمك من بين اصابع ايدك انت طبعا حسب نوعيه السمك. مطبخنا النهارده بيتكلم فوسفوري، بخف الدم مصريه، بنعيد الحلقه يوم الجمعه بعد الصلاه مباشره، متنوعه بطعم جديد بشكل جديد، ولكن من خير بلدنا. رؤية فن إبداع بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.